عسلامة ومرحبا. عسلامة. تعرفوا عليك؟ مرحبا معك حبيب، فهمني عامل يومي مواطن تونسي، نعيش في البلاد العزيزة، وهنا في الانجري وفي الحياة. مرحبا بك معنا. حابين نحكيوا شوية على الحياة الزوجية بصفة عامة. ساعات نشوفوا المرأة هز الحمل الكل وحدة، وساعات نشوفوا الرجل هز الحمل الكل وحده، وساعات تلقاهم مقسمين الأدوار. لا، احنا مع بعضنا الحلو والمر مع بعضنا، هو لي نورمال مويسير. لا، مع بعضنا في الحلوة في المرة، واللي يخلط منه يشوف الاخر مش يرخ من الله، يحاول كيفاش فهمني يساندوا باش يدعموا باش يوصل الحياة، خاطر لا طاح واحد طاح ثاني صاي ما عادش فهمني. كيما عبارة سمحني في كلمة، كاك الكهرباء طاح الموتور ما عادش نجم الشعب. نعاودوا الموتور، نبدلوا الموتور، نعاودوا الموتور. والموتور لا كان ما يتيحش راهو بالتفاؤل وبالحياة وبالفرحة وبالضحكة وفهمني، وما يسيرش وحتى كيهز هو وحده الحمل وما يبينش لشريك حياته، هذيك تسمى تضحية، يسمى نضال فهمني. هي الأولى في قلب نفسها وحدها تجي تخص كذا، هو ضحى وأنا ما نضحيش، هاي نعمل له طريقة باش نزيد على الأقل المورال يطلع باش كذا. هل الأم والأب اليوم يتفقوا مثلا على تربية معينة يربيوا بها صغارهم؟ خاطر ساعات البو يحب يدل الأم تحب تكبس، يعني تصير مشاكل في المواضيع هذي. هذي بقلة ويكذب عليك اللي يقول لك راه وذين أنه باش نوفق فيه، يكذب، خاطر كل حد يحب يوري الامتيازات نتاعه هو، سوى بو ولا الأم، قلة نادرة باش إذا لهم متفقين حسب الظروف وحسب المعيشة وحسب مدخولهم وحسب شنو المونتاليتي نتاعهم هم وحسب البيئة اللي عايشين فيها. قدر كان إنسان في بيئة عايش الوليد يرضى بدينار بألفين بخمسة آلاف يتنقل البيئة أخرى يخزر هكا كذا، ساعات توصل لم لرجلها فهمني، لا لزوجها، لا احنا كنا في بيئة خمسة آلاف وتفرج ولد فلان مثال أخص كذا يعطي فيه خمسين يعطي فيه عشرين فهمني، وثم حسن التصرف وثم الوليد يرضى تزرع فيها كالبذرة هذيك يرضى ما عادش يغيروا حتى شيء. لازم الام والبو معناها يتفقوا على وجهه النظر هذيك. لازم متفقين، ويلزم يكون يدرس الموضوع ويلزم ما بيناتهم ومن بعد يزرعوه في الولايات. خاطر المشاكل وهذه تنجر على والخلافات تنجر على سوء التفاهم ما بين البو والام. قلت لي انت وزوجتك في السراء والذراء مع بعضكم، هل انتم زوج تخدموا مع بعضكم معناها؟ لا لا لا، كل واحد وحده، هي تو انتريت، انا هاني مازلت مازال هي تخدم وانت تخدم. لا تو هي انتريت خرج على التقاعد، انا مازال اللي كان كتب ربي عامين فهمني، هاني اليوم مرتاح ما نخدمش، هاي نهبط لتونس نحوس فهمني، وبما ان الكسيبة عندنا ولايه بركة ناخذوا له نسيب الكتب فهمني كذا باش نفرحوه فهمني، وباش تزرع حب الثقة وحب التضحية يتزرعوا في الزوز، لابد من الزرع في كل ولايات، خاطر كل ولايه هذاك ولا البنيه هذيك كالنبته فهمني، كترعاها وتسقيها وما تخليهاش بعد جمعه جمعتين تفكرها بقطر نتاع ماء للي تذبل، وحتى كي تولي ترجع فهمني وتعاود يوميا فهمني باش تسقيها نفس الحكايه، ما عملت حتى شيء، يلزمك تزرع فيهم الصغر. هذه سوى مع الراجل ولا مع المراه ولا مع ولدهم ولا؟ مع الولد، انا مع العائله كامله. مع العائلة كاملة يلزم يكون التفاهم، يلزم يكون التضحية، يلزم يكون الكلمة فهمني، كان تقبل القدوة عند الرجل، لكن في بعض الحالات تلقى الرجل ما هو الصالح، تلقى القدوة عند المرأة، مش ضعف هذاك كي هي تشد القدوة في حاجات معينة، في حاجات متاع مصلحة، خاطر ساعات فهمني لا الرجل يتغرب المظاهر البرة، المرأة لا تحاول كيفاش تصلحه كيما صغيرها تحاول كيفاش تنقذ، خاطر المرأة بالنسبه للرجل في الضرع عباره ولدها الصغير هذاك. نجم تاثر على الرجل مش بلغتها، لا حكمت فيه، لا كذا، لا من هكا، ولا السيد يحكم في النيل بحكم تصير السيد، لا ما تفهمش كذا وهك، قدر احترام كذا من اول. هاني نعطيك حاجه بسيطه مثال، ما نعرفش في موضوعنا ولا لا، بالنسبه لمرتي تو شهرتي ما تعرفهاش قداش هي عمرها ما سالتك والا؟ عمرها ما سالت لي وما دخلت، ونروح تعب وحوايج وأوراقي ولا مثال كذا ذلك في حوايج الخدمة فهمني، ويستحيل باش تهز يدها ولا كذا، ولا يستحيل باش تجي مثال مكتوب اللهم لكن خليت حاجة وكذا مش تحطها في الماكينة باش تغسل تجبد وتحط من غير ما ثبت، خاطر هذيك الثقة. وأنا نفس الحكاية، وصدقني حتى كذلك من ذلك محتاج لفلوس ونجي ونلقى فلوس على شيء ما نمسهاش،
خاطر هذيك امانه عباره دين هذاك فهمني، واحنا متكملين الادوار. علاش قلت لك متكملين؟ هي لاهي بشؤون الدار وبشؤون البار. انت مثلا ما تعرفش شهريه مرتك؟ شهريه مرتي باليد الاخرانيه بحكم انا نخدم في بنك، فهمني لا بدلت لها ولا تبع حذايانا وتجبد كذا. ونعطيك حاجه اخرى، وقت نجي باش نجبد لها شهريتها باش ما تتعبش بحكم اكسيدونتي هي فهمني كذا باليد الاخرانيه، نوصل حتى كي نجبد الشهريه ناخذ لها اكسري كشف حساب. في قرارة نفسي مش طلبت مني هي، علاش؟ على خاطر فني لا انا كمثال كي نجي باش نمد لها المونتور هذاك معين، يا حتما سبحان الله تنجم حتى اخت ولا جار ولا كذا، اخي قداش خذيت ولا شكون جاب شكون قال لي هذوك بالكش اكثر من عاملك؟ لا نجم كيفاش باش تسكتها هاو هاو الدليل القطع. سر نجاح العلاقة الزوجية والعائلية هي الثقة. الحمد لله. اللي قدامك معرس 15 اكتوبر 2095 احسب 1995 ل 2024 قداش؟ واش 20 سنه؟ 27 سنه. قلت لك واش 20 سنه معناها فهمني؟ الحمد لله. بوه نغضبوا نتخاصموا تصير فهمني؟ كي تمشي الدارهم هي اللي تجبد الدارهم وانا نجبد الدارنا. نجي هكا لامي مثلا كذا نقول لها امي نعرف مثال هي ظلمتني ميح لها هي باش ما تخزرش تقول لك هذاك ولدها انا عباره برانيه رغم كذا عندي الفتره هذه ميح لها هي باش تقول لك حقي هاي امه مش هو امه خذت لي حق انا هي تو كنا نقول حاجه ساعات نجي نقول يا ربي هذاك هذاك من عند الله هذاك تحمديه وتفرح به اللي كون امي انا طاح الاسم على امك انت معناها اجبار عليك بالسي باش تعيطي بالاسم تقول لك تعيط لها تعيط لها اميمه تعود مثال كما القهوه هذه خياطه باش تمشي تبقى بحذاها ولا كذا ولا تزلها دبو زمان تشاور امي تقول لها بنتي خير انا مش نحوزك قدام الدار لا مش حكايه نحوزك احتمل في اللحظه ذيك من بعد جا ولدك وما لقانيش مخه مش يبدا يخدم امي خير ويني المراه روحت للدار ما لقيتهاش اي ولدي هاي كذا وكذا مش لا ما نعرفش باش تبقى شكوك وتبقى كذا معناها كي ما شاورتش امي عباره ما شاورتش انا نفختها نفختني انا كذا لا. يلزم الاحترام ويلزم التكامل ويلزم كل شيء فهمني وساعات حتى كي تمشي لدارهم غضبانه ولا حاجه امها تقول لها بنتي طيحي مانيش انا مستقبلك مستقبلك دارك وراجلك وصغيرك هذوكم اللي يدوموا لك وبالفعل هي في دار الحق وعند دار الباطل خاطر التفاهم باهي ويلزم الواحد يطيح شويه باللي انا ساعات ندير شويه مشاكل في الخدمه كذا نروح ننفعل له كذا من بعد تقول شيخي يتسرنا فيه باش نروح باش نحطوا حاجه ناكلوها باش نحطوا حاجه نشربوها باش تحكي لنا نحكي له كذا فهمني لا اقلب الصفحه هذيك بدل الطريق هذاك الكل خليه غادي كيما خرجت لبرا كيما خرجت خرجت وخليت شؤون الخدمه غاديك تلهي بشؤون الدار صدقني نزيد عليك انا توكي نجي باش نمشي هي تمشي ساعات باش تي كذا وكذا فني باش تمشي تاخذك شويه غير رخيصه تقول لك الظروف منهم نجي انا نعمل لك ناخذك الحاجه الباهيه تقول لي علاش هكا وياسر نتاع مثل كيلو كذا تاخذه هكا واللي جبت لي دلاع ب 15 دينار انا لا مش حتى نقولها علاش انت تو كي تجيبي هذوك وكترف هذوكم على دينار و12% كذا مش تقسميهم ثلاثة اربع ايام باللي تاكلي كل يوم ما تحسش بالبنه انت كي تجيبي تاكلي نهارين في الجمعه نتاع حاجه غاليه تبقى جمعه كامله المطعم نتاعها موجود تتمتع خاطر نخزر الناس كيفاش كذا خاطر مقسمين الحياه انا كي نجي نخذ شهريه يمن نمد لها فني الله لافونس نتاع الشهر كامل نتاعها نخلي نتاع الضوء وحده نتاع ماء وحده نتاع مرض وحده نتاع كذا وحده باش نهار تجي كذا هكا ساعات وحده تقول لي بربي سلفت شو باش خلصت وقت ماء ولا ضوء ولا باش مشيت طلعت هذيك ولا باش مشيت هزيتني الطبيب عديت وكذا ومن لا قاري حساباتي خاطر ما عنديش انا الطريقه نتاع فني لا نجي لفلان اسمع خويا خاطر ماكش ضامن شكون ضامن ضامن ربي سبحانه ماكش ضامن باش تجي تقول له خويا نهار واحد في الشرطه ونجيب لك 200 تقول 100 دينار تتهاد يجي واحد واثنين وخمسه كذا مش تظهر في نظره كذاب وتتعود على السلف تتعود على ذيك وثم ناس تولي تحشم الطريقه نتاعها هي تبعد تنساها يبري دار فلان كيفاش انا راجل كذا ما يسالش هبطي راسك خلينا نقضوا قضيه لا مستحيل باش واحد جاء دق في غيابي على مرتي ولا قال ولا كذا هذيك الطريقه اللي بابا خاطر بابا فرادي على ستة بنات تربيت الطريقة هذيك أنا لا لا عندي خوات 11 واحد تربيت الطريقة هذيك تربيت بها أنا كما هو رباني بها الكلمة هي الكل خاطر نعطيك بنتي حاجة صغيرة قال لي ولدي وعلمها لولدك وولدك لولد ولدك نهار قال
قال لي حاجة واحدة ما تعداش راه نتاع الناس، راك أنت كي تهز عرفه تاع وقيت دخلته لدارك راك تخرج مدرية. أخذ الفرق ما بين عرفه وقيد وما بين مدرية، معناها راك مش تخرجها وتتكلف كبيرة، ولهذا ما تعداش راه نتاع الناس. يعطيك الصحة يا مسيو، شكرا.